صباح الخير. مين قال بالعيد غابت العيدية؟ فأطلالة السيد بشرت اللبنانيين بمزيد من التعطيل والفراغ الرئاسي، وقدم الشعب السوري أضحية على مذبح المحور الإيراني الروسي. قفز السيد فوق طاولة الحوار، قطع الاستراحة السياسية بتاني أيام العيد ليبدأ الأسبوع بجدل جديد عنوانه جدوى الحوار في زمن الهيمنة وحكم الدويلة. بعيدا عن السياسة، رح نبقى بأجواء الأعياد وبإطار النشاطات الترفيهية يلي عم بتم تنظيمها بمناسبة عيد الأضحى. كانت محطة مخصصة للأطفال وتحديدا للاجئين السوريين يلي عانوا من التهجير والترهيب، على أمل أنه تقدر هاللفتات الإنسانية أنه تعيد للطفولة ولو معنى صغير ضاع بحرب الكبار. تقرير. المعنى الحقيقي للعيد بيتجسد بفرحة الأطفال يلي بيستقبلوا هاليوم بتياب جديدة وبينتظروا الكزدورة قبل طلوع الضوء. لها سبب أقامت جمعية أفاق للتنمية الاجتماعية مهرجان للأطفال بحديقة حوض الولاية ببيروت، وتضمن ألعاب مسلية وهدايا كثيرة. تنظيم الكامس اليوم من جمعية أفاق التنمية الاجتماعية، طبعا الهدف إدخال فرحة على قلوب الأطفال ونعظم شعيرة الله في عيد الأضحى المبارك. هلا نحن خصوصا بالعيد بنحب نفرح قلوب الأطفال، فعاملين نحن كيرمس، عاملين فيه ألعاب وعاملين مثل أكل وشرب مشان الأولاد الصغار. صراحة ما في جو عيد أبدا، يعني مثل ما عم نشوف الوضع ما بيحمل أصلا إنه يكون في جو عيد، في كله مأزم، بس إنه وجود كرمس مثل هيدا يعني بيرسم الوجه وفرحة وبيبين إنه في عيد. عم نلعبهم وعم نعملهم إنه مثل كرمس عشان يتسلوا، في ألعاب وفي هدايا وفي كافتيريا وفي كل شيء عشان ينبسطوا. نحن بهمنا أكثر شيء إنه نسعد الأطفال يلي ما قادرين يروحوا على مطارح فيها غلا وفيها مصاري، للأطفال خاصة الفقراء والسوريين عنا. رخيص 1000 ليرة بتلعب 15 لعبة وكتير منبسط، في جو كرمس. صرنا نلعب ننبسط بالعيد. هالمهرجان أدخل الفرحة أيضا على قلوب أطفال اللاجئين السوريين يلي انحرموا من فرحة العيد بسبب الحرب. نحن اجينا من مجمع عرمون السكني للاجئين السوريين وجبنا معنا الأطفال هون لحتى نحسسهم بفرحة العيد ونغير لهم الجو عن الواقع اللي هنا عايشين فيه. هلأ نحن كمان عم نحاول نعمل دعم نفسي إلهم. في أطفال طالعة من حرب، في أطفال طالعة من صدمات، في أطفال طالعة منا متعلمة. نحن اليوم اجينا لهون نلعب ونتسلى ونفرح، ونحن مجمع عرمون ونحن لاجئين سوريين. يعني شكرا لكم مني، حسسونا بالفرح لعيد الأضحى. لما قالوا لنا بدهم يجابونا على الملاهي قمنا فرحنا كثير، لأن كنا بالبناية ما حد يلعبنا هناك، وجينا لهون فرحنا، هلا بدنا نلعب ونرسم على وجوهنا وانبسطنا كلياتنا. رح نلعب وننبسط كلياتنا. الفرحة أيضا انرسمت على وجوه الأهل، وخلال المهرجان نسيوا الهموم الاقتصادية وأمضوا مع أطفالهم يوم ترفيهي مميز. لأنه بكيفه هون وما في محل تاني ناخدهم عليه لأنه كمان مجانا. وفعلا الولد إذا ما لعب ما حس بالعيد، يعني هو الكبير إذا ما حس هيك أجواء ما بحس إنه في عيد. هي زيارات حلوة أكيد، بس بنفس الوقت الولد ما رح يحس بمعنى العيد إلا باللعب. حلو العيد كتير هون بالكرمات، إنه حلو بينبسطوا الأولاد عادي رواء، يعني إنه منه ما في بهجة عيد، ما في فرحة عيد، وينعاد على الجميع. والله جينا مشان الأولاد مشان نفرحهم. منتابع حلقتنا، ومن بعد ما ضوينا على المتحف الأثري اللي عم بيتم بنائه بمدينة صيدا ليختصر أثاره، اليوم رح نبقى بالمنطقة نفسها يلي عم تتحضر لاستقبال حديقة بدأ العمل عليها من أشهر لتشكل متنفس لأهالي المنطقة وتكون بمثابة مرجع للأطفال يلي اشتاقوا لمساحات خضراء. تقرير من صيدا.
في احلى من منظر الزهور، في احلى من منظر العالم، هي عم تجتمع بشكل يعني بشكل عائله. بتنزلي بتتفرجي عليها، بتقعدي بتنزهي فيها، بتنزلي اولادك وبتقعدي تعبي ارجيلي وبتقعدي بتنبسطي. ان شاء الله يحافظوا عليها العالم اللي بدها تقعد بقلبها، يحافظوا عليها كيف محافظين على الكنيات اللي عملوها هلا، ان شاء الله يحافظوا عليها. نشاطات عديدة، مشاريع وإنجازات تنوعت بمدينة صيدا، وهالمرة الوقفة عند الحديقة العامة اللي بدأ تنفيذها بعد ما وضع حجر الأساس منذ شهرين، حديقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. حديقة تقع على واجهة صيدا البحرية، أتت بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بمسعى من الرئيس فؤاد سنيورة وتعاون بين النائب بهية الحريري وبلدية صيدا. أن يكون في شيء للأولاد الصغار، لأنه وين الأولاد الصغار بيلعبوا لكان؟ بيلعبوا بالشارع ولا بيلعبوا بالزبالة؟ لا في ياخذون على المطعم ولا على مسبح، إذا بدك تروح على مسبح أحطي لك معك 4-5 أولاد بدك أحطي لك 200 دولار. هلا مال الموظف لو معطل ويقعد 600-700 ألف من وين بده يجيب؟ بده رواق، مش غير بالمصاري، المصاري شيء ثانوي، بس هو بده رواق. تترك الطفل بلا حديقه بده يروح يشوف له وين في سيجاره يشربها، وين في شغله يعملها، يعني ما بلاقي شيء ينفس عن حاله. بس لتفتح الحديقه بنروح انا واصحابي بنقعد شي 5-6 بنروح نلعب بالبسكليتات، نلعب سوا. لو الواحد ما معه مصاري بيجي بيقعد بجنينه حديقه صيدا. في محل جبل الزبالة كمان هلا عم يعملوها مساحة بدل جبل الزبالة حديقة كمان. لازم يكون عندنا حديقة، مش حديقة، حدايق، لأنه نحن هون بحاجة للسواح، بحاجة للأجانب يجوا يتفرجوا على مدينة صيدا. اتجهنا إلى موقع الحديقة حيث ورشة البناء عامرة، عمال، جرافات وأشهر قليلة تفصلنا عن الافتتاح. هالحديقة اللي تعتبر محاذية للسوق العتيق ومتنفس لأهل المدينة. بدأ العمل بتنفيذها من حوالي شهرين، تم وضع حجر الأساس، وإن شاء الله يعني موعدين خلال نهاية العام 2015 إن شاء الله بتكون الحديقة منجزة وقابلة للتشغيل. رح تشمل مساحات خضراء، حيكون في ألعاب للأطفال، وحيكون في إدارة محلية. يعني صيدا حقيقة كانت خلال الفترة الماضية غنية بالإنجازات، إنجازات كتير انعملت، إن كان على الصعيد البيئي أو إن كان على الصعيد الثقافي أو حتى على الصعيد السياحي. نتمنى أنه هذه الإنجازات تستمر وتنتهي مع نهاية فترة المجلس البلدي الحالي. الحدائق العامة والمساحات الخضراء اللي تعتبر من أبسط حقوق المواطن وخصوصا الطفل أينما كان، قد أدرجت بسلم أولويات فعاليات مدينة صيدا، حيث ستكون المدينة بصدد إنشاء أكثر من حديقة. هي أنا بخلقت ما بعرف أقرأ ولا أكتب، يعني هلا يا عم بتعلم أنا القراءة والكتيبة، وبنعملوا هيدي الجنينة لتحسن العالم، تتغير شوي صغير للأطفال يتعلموا فيها شغل صغيرة، منيح افتكرونا بهالأيام اللي عشناها. بعدين بصير فيها يعني حركة، بينزلوا أولاد البلد بيقعدوا فيها بتنزهوا، إنه لأنه هون البلد وضعه شوي إنه يعني تعبانة وهيك. إحنا قليل ما بيهتموا بالبشر يعني، كمان مش بس بالطفل يعني، فما عم نلاقي شيء يوصل صوتنا، إنه إحنا بحاجة لشغلات كتير.